بحلقة اليوم بدي أحكي عن 9 وظائف مختلفة ممكن تشتغلوها من البيت وتربحوا منها. هات نشوف شو هن هدول. مرحبا، اسمي وليد مغربي واليوم بدي أحكي عن شو هي الوظائف اللي ممكن تشتغلوها من البيت، حد وظيفتكم الأساسية أو شغلكم الأساسي وتربحوا منها مصاري زيادة وتمكنوا تعيشوا بشكل أحسن. بيومنا هذا مع الوقت اللي عايشين فيه وأوقات الكورونا هاي اللي عايشين فيها، رح تشوف انه في كتير ناس عم تنجبر تقعد بالبيت تشتغل من البيت او تقعد وتربح بس من مساعدات اللي تيجيها من الدولة او من الشركة اللي تشتغل فيها، وهذا الاشي عم بيأثر عليها، عم بيأثر على مشاعر الناس اللي ساكنة بدل البيت، عم بيأثر على توترهن على اعصابهن، ضغط نفسي عم بيزداد. فشو احنا ممكن نساوي، شو ممكن كل شخص فينا نساوي عشان نشتغل ونربح اشي، وهذا كله راح يكون بس من البيت. يعني احنا بنصالح تعليمات الدولة من ناحية، ومن ناحية تانية بنشتغل وبنربح شوية مصاري من البيت من اشياء اللي ممكن اي بنادم فينا يوصلها مع بعض الطلبات الاساسية اللي لازم يكون عندكم عشان تشتغلوها. واحدة من الوظائف المرغوبة بالعالم خصوصا بهذا الوقت اللي احنا عايشين فيه هي وظيفة المدرس الشخصي. راح تشوفوا في كتير شركات او كتير مدارس اللي عم تعطي وظائف للناس اللي بتتمكن تعمل هاي الوظيفة، يعني الناس اللي معها شهادة مثلا او طلاب جامعيين مثلا اللي تعطين فرصة يشتغلوا عن طريق الانترنت، عن طريق صفحة المدرسة، عن طريق الانترنت، ويعلموا طلاب، يعلموا طلاب اجيال صغيرة، طلاب صفوف الثانوية او طلاب جامعيين، يعطوهم دروس خصوصية. واحدة من المدارس الإلكترونية اللي مستعملة كتير بالعالم بهذا الوقت هي شركة تشيج اللي عن طريق www.chegg.com. هاي الشركة أو المدرسة مستعملة من ناس بأجيال مختلفة، تلاقي يعني المتعلمين فيها بأجيال مختلفة، تلاقي طلاب اللي طلاب صغيري بالعمر، طلاب مدارس ثانوية مثلا، في كمان طلاب جامعيين اللي بسجلوا فيها هاي المدرسة. المدرسة بتدفع للمعلمين فيها، للمدرسين شخصيين بتدفع $20 بالساعة، وعن طريقها بتقدر تعلم مواضيع مختلفة، يعني حسب انت وشو هي الادوات او شو هي الامكانيات اللي ممكن تستعملها. راح تشوف انه ممكن تعلم مواضيع اساسية زي الرياضيات مثلا او الكيمياء، ومواضيع متخصصة اكتر زي التاريخ مثلا او زي اي مواضيع تانية اللي ممكن تعلمها البنادم بالمدرسة او بالجامعة. كيف ما قلت هاي المدرسة مدرسة عالمية، راح تشوفوا انه ممكن تعلموا فيها بلغات مختلفة ومنها كمان لغة العربية. واحدة من الشروط الاساسية عشان الشخص ممكن يبلش يدرس فيها هاي المدرسة هي انه يكون عندك تجربة بتدريس بمدرسة مثلا، او تجربة بتدريس بدروس خصوصية مع طلاب تانية بوقتك الخاص. وطلب آخر كمان بطلبوا منك تكون معك شهادة جامعية بمجال تعلمت فيه 4 سنين، أو تكون طالب جامعي بمجال دراسي ل4 سنين. المجال الثاني لليوم هو مجال خصوصي للطلاب اللي بناتنا. في كتير طلاب مثلا اللي بتعلموا بجامعة بس بيشتغلوا وفيش عندهم وقت يروحوا على الكورسات مثلا، وبتلاقيهم بآخر الفصل بروح بدوروا على طلاب تساعدهم تعطيهم نوع من المواد اللي جمعوها هني من الكورسات هاي. وفي كمان طلاب اللي مستعدين يدفعوا عشان ياخذوا هاي المواد، وفيش فيها اشي عيب، يعني اذا الواحد بده يدرس لحاله بس كان مجبور يشتغل وما كانش في معه وقت يروح على الكورسات مثلا، فبروح بدور على طلاب تاني، طلاب اللي قدرت تجمع هاي المواد وبتفعلها عشان تعطي هاي المواد وبتساعده يدرس للامتحانات. طبعا هذا الاشي راح يكون على عاتقك الشخصي، فيش مواقع اللي تساعد هذا الاشي او تشجع هذا الاشي بالانترنت، بس من ناحية تانية انا متأكد ان ممكن تعملوا زي مجموعة بالفيسبوك مثلا او مجموعة باي صفحة بالانترنت اللي ممكن تجمعوا فيها اكتر من شخص، اكتر من طالب بالمدرسة، وتساعدوا بعض من ناحية، ومن ناحية تانية تربحوا من وراء هذا الاشي. الوظيفة الثالثة لليوم هي كمان وظيفة للطلاب، هي الاشي اللي انا عملته بشكل شخصي لما أنا كنت طالب بالجامعة، وهي مساعدة بحل وظائف طلاب من مدارس تانية. أنا سبيل المثال تخصصت بمجال هندسة الحاسوب، وكنت أساعد طلاب من جامعات تانية بنفس المجال، أساعدهم يحلوا وظائفهم،
وهذا الاشي ما كانش ببلاش، مثلا ما كنتش اعطيها هاي الخدمة ببلاش، كنت اطلب عليها على مثالي شخصي كنت ادفع عليها كنت اطلب عليها 30 دولار على كل وظيفة اللي ساعدت فيها، ساعدت الطالب الاخر يتعلم منه، كنت اربح منها شيء، اربح اشي زيادة لجيبتي. ومن الناحية الثانية كنت كمان الطالب الثاني كان ينبسط لانه لا احد يساعده. هذا الاشي بيشبه المثال اللي حكيت عنه قبل شوي عن المدرسين شخصيا من ناحية، بس من ناحية ثانية بعطيك كمان نوع من المرونة او الليونة لما انت تستعمل هذه الطريقة، لانه انت بتمضيش على ورقة او اي اشي بيجبرك تشتغل لمدرسة او لمنظمة اخرى. هذا الاشي بيجي من وقتك الشخصي وبيجي من مسؤوليتك الشخصية كمان. فهذا الاشي من ناحية تربح مصاري، ومن ناحية تانية لما بطل في معك وقت تساعد او تساعد بوظائف لأشخاص ثانية بتوقف عن هذا الاشي وبتركز بموضوعك للمرة الجاية. الوظيفة الرابعة لليوم هي الأشخاص اللي بيقدروا يحكوا يكتبوا ويقرأوا بلغة الإنجليزية. وهي الوظيفة بتشرطش عليك تكون طالب جامعي او تكون معك اي نوع من الشهادة اللي عشان تشتغل فيها عن طريقها. هالوظيفة بتعطيك فرصة تقيم صفحات انترنت لشركات مختلفة وتعطي على هو رأيك الشخصي التقييم المناسب لهاي صفحة الانترنت. هذا التقييم بيصير عن طريق شركة مثلا زي شركة User Testing www.usertesting.com، اللي عن طريق هاي الشركة انت بتعطيك الشركة صفحات لشركات مختلفة. هاي الشركة بتعطيك مجموعة من الأسئلة اللي لازم تجاوب عليها على هو رأيك الشخصي، وانت لازم كمان تسجل صوتك وانت لما تجاوب على هاي الأسئلة، عشان هيك لازم تعرف تقرأ وتكتب ومنحتن تعرف تحكي انجليزي كمان. كل مجموعة أسئلة أو كل تقييم تعطيك هاي الشركة بأخذ معك بتقريب 20 دقيقة تخلصه. وهي الشركة بتدور على ناس من كل أنحاء العالم، كمان بأنحاء الدول العربية اللي بيناتنا، تدور على ناس اللي تيجي تشترك بهاي التقييمات اللي بتعرض علينا، وبتدفع على كل تقييم 10 دولار للشخص، يعني 10 دولار على كل 20 دقيقة من وقتك الشخصي وانت تساوي هذا التقييم. وممكن كمان تربح اكثر لحد 60 دولار في حال حكيت مع صاحب صفحة الانترنت اللي انت عم تعملها تقييم بشكل دغري وبشكل مباشر. الشروط الوحيدة عشان تقدر تسجل بهاي الشركة هي لازم يكون معك حاسوب، لازم يكون مرتبط للانترنت، معك ميكروفون لانك راح تحكي عن طريق الميكروفون وتسجل صوتك، ويكون جيلك فوق 18 سنة وتعرف تحكي اللغة الانجليزية. الطريقة الخامسة هي كمان طريقة اللي بتسمح لأي شخص بيناتنا يسجل عن طريقها بدون ما يكون معك ولا أي شهادة أو ولا أي تخصص بهذا المجال، وهي عن طريق بيع صورك. فلهذا المجال أنت مش محتاج تكون مصور محترف أو يكون معك كاميرا غالية، ممكن تصور كمان عن طريق تلفونك، عن طريق السمارت فون اللي معك، إذا معك سمارت فون اللي فيه كاميرا منيحة اللي تفرجي الصور والتفاصيل بوضوح، ممكن تستعملها بهذه الطريقة. فأنت مثلا ممكن تصور صور اللي من الطبيعة مثلا اللي تفرجي تفاصيل معينة اللي الشخص العادي بيشوفهاش، يعني تشوف الصورة عن طريق عدسة المصور من ناحية، أو من ناحية تانية ممكن تصور حدث معين أو أي شيء اللي ممكن يعطي نوع من الفائدة الشخصية لما أنت تطلع عليها كصورة. وحتى أنت مش بحاجة تصور، طلع على ألبومك، طلع على الصور اللي موجودة بالتلفونك اللي صورت فيها كل هاي السنة اللي قلطت، شوف شو هي الصور، إذا ممكن تأخذ صورة اللي هي واضحة منها، ومن ناحية تانية ممكن الأشخاص تاني يحبوها ويستعملوها. فبتاخذ هاي الصورة وبتفتح حساب بشركة مثلا زي شركة اي ستوك او زي شركة ادوبي ستوك، تحط فيها الصورة هناك وتبيعها، وراح تشوف الصور اللي تنباع بندفع عليها بين 25 سنت من ناحة، وممكن توصل اذا هاي الصورة صورة واضحة جدا والناس حبتها كتير ممكن توصل لسعر 125 دولار حتى. فبتعلق بجودة الصورة اللي انت بتحطها من ناحية، ومن ناحية تانية بتعلق شو هي الناس عم تدور بهذا الوقت. فطلع على الصور الموجودة، شوف شو هي الصور اللي تجذب الناس، شو هي المواد اللي الناس بدور عليها لما تدور على صور، خد هاي الفكرة واستعملها وطبقها على حالك. الوظيفة السادسة لليوم هي وظيفة الأشخاص اللي عندها نوع من الذوق، نوع من الفن بدمها، يعني بتاخد تعرف تصمم شعارات مثلا، تعرف ترسم، تعرف ترسم مواد او ترسم رسومات اللي اشخاص تاني ممكن ينجذبوا نحو هذا الاشي.
فانت ممكن تاخذ هاي الهوايه او هاي المهاره اللي معك وتاخذها وتطبقها بطريقه اللي ممكن تربحك مصاري. واحده من الطرق هي تفتح حساب عن طريق شركه تي سبرينج مثلا. هاي الشركه بتبيع اواعي، بتبيع اي شيء، اي غرض اللي ممكن تلزق عليه تصميم او تحط عليه تصميمك. هاي الشركة بتكفلك بصفحة انترنت اللي فيها تأخذ وتحط عليها المواد اللي انت بدك، اللي انت صممتها. بتكفل الأواعي مثلا، اللي انت تأخذ بلوزة زي هاي تكفل حق البلوزة. يعني انت لما تبيع البلوزة لشخص تاني، الشركة بتأخذ بتجيب لك البلوزة، الشركة بتطبع شعارك او تطبع تصميمك على البلوزة، والشركة بتبعتها للمشتري. فانت شو بتربح من هذا الاشي؟ كل غرض بهاي الصفحة له سعره. مثلا البلوزة لها سعر $10، انت بتيجي بتحط تصميمك وبتعرض سعر تصميمك. مثلا انت اذا بدك تبيع البلوزة مع تصميمك بتبيعها ب$19، الشركة بتكفل بيعان هاي البلوزة للاشخاص اللي بدهن، اللي بيرغبوا هاي البلوزة، وبتبعتها. وبالاخر الشركه هي بتاخذ $10 اللي هي حق البلوزه وحق اتعابها، والـ$9 اللي ضلوا الشركه بتبعت لك اياه، بتدفع لك اياه انت. يعني كمان مره، على كل $19 مثلا اللي انت بتبيع البلوزه لاشخاص مختلفه، انت بتربح $9 من ورا هذا الاشي. والوظيفه السابعه لليوم هي لاشخاص اللي بيحكوا وبيكتبوا وبيقراوا اكثر من لغه واحده. مثلا انت اذا بتحكي، اكيد بتحكي عربي، بس بتعرف كان تحكي لغة الانجليزي وتقرأ وتكتب، هاي وظيفة منيحة لك. او اي لغة تانية، مثلا تحكي فرنسي، تحكي الماني، تحكي روماني، اي لغة اللي انت بتعرف انك انت بتعرف تحكيها، بتعرف تقرأ عن الكتب مثلا او مقالات اللي مكتوبة بهاي اللغة، بتعرف تكتبها، ممكن تساعدك بالوظيفة. هاي الوظيفة هي وظيفة ترجمة عن طريق شركة مثلا زي شركة جينجو او جينجو، بعرفش كيف بلوصوها، www.gengo.com، اللي فيها هاي الشركة بتدفع لمترجمين من كل انحاء العالم، بتشوفها ان هي بترجم من اي لغة لاي لغة تانية. وكتير شركات بالعالم تستعمل خدماتها، فهي شركة كتير مشهورة بهذا المجال. عن طريق هاي الشركة انت ممكن تسجل، بتدفع لك كراتب اول $0.06، اللي هي 6 سنتس على كل كلمة اللي بترجمها. ومع الوقت لما تتقدم هذا الاشي بيكبر لحد 12 سنتس على كل كلمة. الوظيفة الثانية لليوم هي لأشخاص اللي بيحبوا الأكل، بيحبوا يطبخوا وبيحبوا يصوروا حالي هني يطبخوا. فأنت إذا بتلاقي حالك عندك موهبة بالأكل، بتحب تتفنن، تحب عندك أفكارك لما أنت تعمل الأكل، وعندك وصفات أكل مختلفة اللي أنت بتعرف أنه أنت إذا أعطيتها مثلا لأصحابك، أصحابك رح يحبوها. وغيرها من هيك، أنت بتحب كمان تصور حالك لما أنت تساوي الأكل، فأنت بتقدر تصور حالك، تكتب هالوصفة اللي أنت عم تسويها، تصور حالك وأنت تساوي هالوصفة، تعطي التفاصيل كلياتها للشخص اللي عم بيطلع على هذا الفيديو أو على هذا الفيلم، راح يقدر عن طريقه يقلدك ويساوي يطبق على حاله هاي الوصفة ويطبخ. وبتاخده للشركات زي شركة cuisineathome.com، اللي هاي شركة ممكن تدفع لك لحد $50 على كل وصفة وعلى كل فيديو اللي بتحضره. فإذا بتشوف حالك عندك موهبة وبتحب تطبخ وبتحب تصور حالك وانت تطبخ وتشرح أكل، تشرح الوصفة اللي انت عم تحضرها، خذ الكاميرا، صور حالك وتبيع أفكارك لشركة cuisineathome. والوظيفة التاسعة لليوم ممكن تستغربوا لما تسمعوها، بس صدقوني هذا الاشي حقيقي. في ناس اللي بتدفع لأشخاص اللي خطها حلو تكتب لها مثلا رسائل او بطاقات سفر، مثلا تكتبها عن طريق ايدها، عن طريق خط ايدها، تكتب تسجل وتبعت لها بالبريد لأشخاص ثانية كهدية. مثلا بيومنا هذا تنكون صريحين مع حالنا، وانت اخر مرة كتبنا رسالة بايدنا وبعتناها لشخص ثاني؟ بس في ناس اللي عم بتحن لوقت زمان، الوقت لما كانوا الناس يكتبوا الرسائل بايدهم، وجاهزة تدفع لأشخاص تانية مصاري عشان يكتبوا لها رسائل ويبعتوا لها رسائل بالبريد. طبعا مقدرش أقول إن أنا جربت كل هالوظائف اللي حكيت عنها اليوم، بس حسب رأيي هي وظائف اللي الواحد إذا بيطلع بإيده ليش لا، ليه تجربهاش، ليه ما تشتغلش وتربح إشي زيادة منها. ومن ناحية تانية، إذا لقيت حالك مثلا من الناس اللي للأسف ضيعوا وظيفتهم أو مش عم بيربحوا كفاية بهذا الوقت اللي عايشين فيه إحنا اليوم، ممكن تشتغلهم، ممكن تضيف تساوي اشياء عشان ترفع من معاشك الشهري. واذا بنحط الكورونا وهذا المرض على جنب،
احنا عشان نحقق هدفنا، نحقق نوع من الاستقلال المادي اللي بدنا اياته، والشيء اللي انا بجرب اشجعك وتسووه، واحده من الادوات المهمه هي يكون معك معاش شهري. وطبعا تقدرش توصل لهدفك بسرعه اذا معاشك ضلوا نفس الشيء، فدور على طرق تزيد من معاشك، وهي واحده من الطرق اللي ممكن تزيد من معاشك وتربح من وراء هذا الشيء. اذا عجبكم هذا الفيديو فاعطوني لايك، هذا الاشي راح يساعد قناتي وراح يساعدني اتفتح اكثر واوصل رسالتي لبلدان اخرى بالعالم. من ناحية تانية شاركوني بقناتي عن طريق سبسكرايب تحت. بتمنى لكم النجاح بمجالاتكم. شكرا كثير.